تعرف من تقربوا تعرف أجواء ربيعية على الشتوية، لكنها بصراحة ممتعة، ومو كلش ممتعة لأن اللي دا تتابعونا مو ويانا. يا ريت يحالفكم الحظ وتزورون أرمينيا وتتصلون بينا ونرافقكم إلى هذا المكان الجميل. بصراحة ماكو سائح يزور أرمينيا ما ينبهر بهذه البحيرة. بحيرة سيفان سموها لؤلؤة أرمينيا الزرقاء، سموها عروسة أرمينيا، سموها قطعة من السماء سقطت على الأرض، تسميات عديدة، وأي شيء سموها فعلا تليق بها. أبو فيصل خوما برداني خوما بردان برد، ها احنا في سوق صغير امامنا، صناعة يدوية، محابس، عقود، تراشي، اساور، هذه الصناعات اللي موجودة في بحيرة سيفان. شوفوها، شوفوا هذه احجار يطلع من بحيرة سيفان. هسه اشوف لكم الحجر الخام اللي هذا هو. هذا الحجر، شوف هذا الحجر اللي يخرجوه من بحيرة سيفان وينحتوها باشكال مختلفة، يصنع من هذه الاشكال. هذه يصنعون باهرامات صغيرة. عقيق، هذا حجر العقيق اوريجينال. شوفوا، اريد اشوف لكم سعر هذا مثل الكره الارضيه. اذا ولا ارجينكا سوري ارجينكا، شوفوا هذا، اشوف لكم سعره 500 دولار. اذا حد يريد يجي هنا احنا ناخذ له اياه بشويه ارخص. كره ارضيه، حجر هذا حجر ايش كاره؟ اقار عقيق، هذا يسموه اقات، يسموه العقيق، يعني حجر العقيق. هذا الحجر هو نفسه، شوفوا هذه الاحجار موجوده هنا في ارمينيا. ليش يا رخيص؟ ليش به؟ عقيق اصلي، هذا عقيق اصلي، هذا حجر. شوفوا شلون كاسته ناحتي. اوكي اوكي زين. بعد ايش عندنا احجار؟ هذا اسكابويدين شي، هذا حجر الزفير يسموه. شوفوا ازرق لونه. هذا حجر الاوكسيديان. هذه الاحجار كلها في ارمينيا، من جبال ارمينيا تطلع طبعا. This is حجر السيفان. هاي هذا حجر سيفان، حجر كامارين. انت حجر قمت ارمني تتكلم عربي؟ هذا ارمني. ارمني هذا ارمني. هذا صاحبنا الارمني متعلم لك. هسه راح نشوفكم المحابس والعقود اللي يستخدموها من هذا الحجر. شوفوا هذا الاحجار كلها مال ارمينيا. شوفوا ينحتوها باشكال مختلفة. محابس، سبح، شوفوا هذا الحجر مال بحيرة سيفان، يسموها حجر قمر. هذا فضيات طبعا.
هذه صناعات. هذا